مساء الخير مجددا، انتم تسمعوا في برنامج سرك في بير على موزايك اف ام والمكالمة. سناء، مرحبا بك يا سناء. قداش عمرك لالي؟ عمري ترامب 30 سنة. حتى لو بارلور يا سناء، كان حتى بارلور نحيها. ما معك تسمعني خير؟ اي نحي لو بارلور، ولا نسمعك بكذا بكذا. باي. مرحبا بك. انت وحدك ولا بحدك؟ شكون يا اخي؟ لا لا، وحدي وحدي. يا بيه. ايش يا لال، ايش تعمل في الدنيا ساعة؟ نخدم في انستيتيو انترناسيونال، انستيتيو انترناسيونال، مركز دولي نقولوا احنا. شنو الاختصاص؟ كان تسمح، كان ما تحبش ما تحبش. كونتابيليتي وفينانس. كونتابيليتي. عندك شهادة في الكونتابيليتي والفينانس؟ اي الحمد لله. بون، انا عامله كوميرس. ياك محظوظة. عاد انت تصمم مايا محظوظة. الحمد لله، كل تخرجت من فضل وتخدم ربي. وتخدم في انستيتيو انترناسيونال، دونك منعت من البطالة تتسمى هكا ولا؟ عدينا شويه من البطاله، ما شي الناس لاباس. كل شكون ما عدا شوية من البطالة يا اخي. بيش يا لالا، قل لي شو مقلق اختي وشنو اللي خلاك تتصل بينا اليوم في برنامج سرك في بيت واحنا الكل هنا في الاستماع. أنا باختصار، يعني أنا قصتي بدأت من عام 2011. عرفت إنسان معناها عن طريق الصدفة. وين عرفته؟ شنو هي الظروف أنا خلاتك كنت تعرفه؟ نعدي في ستاج في بنكة، وكانوا معناها أهله فما شكون حال كونت عندنا، وكله شوية من غاديك بداوا، يعني هو زي مرة معاهم قال لهم طفلة هيك عجبتني ودرسنا. ما لا انت سألت اهله جو بونس، كيفاش سألتهم؟ يعني لا ما تعرفتش عليه هو ديريكتومون، تعرفت عليه عن طريق اهله. اي ولا اي وكيفاش تعرفت عليه بالضبط؟ نحب نعرف. باهي. من بعد هما قالوا لي كان ما عندكش حتى حد في حياتك وكل، خلي ريت يجي وكل ريت. شيء. شنو اللي قلت لك انا قبل ما تحكي لي الحكايه؟ فهمت البرنامج شنو. دونك هم رجعوا خلوا لك كان ما عنده. وشنو هو المقياس يخليه اهل الولد يقولوا للطفله كان ما عندكش حد في حياتك هاو عندنا وليد؟ شنو اللي راهو فيك؟ والله ما سألتش أنا السؤال هذايا، ما ممكن خاطر سمعتي بيا، معناها حتى اللي نخدم علاش معاهم على كل جاوبك بيتي انت كل بركه؟ ما نعرفش خاطر بتاتر تعاملوا معاك. ممكن اي ممكن تعاملوا معايا وعرفوني. ايوه انت الوليد كي شفته، شفته انت اي بالطبيعة من هاي بعد فترة وشافك؟ ديما. اي لا لا اكيد. لا، وقت اللي يجي البنك مع دارهم. اي شو شفته شافني. اي اول مرة كي زي معاهم. اي اي كي في شفته؟ اي الحقيقة أنا من الأول ما كنتش نعرف، يعني هو جاي معاهم على طريق الصدفة، اي وبعد هو راح قال لهم يعني اسألوا طفلة هيك كان ما عندهاش حتى حد، أنا راني نحب معناها ناخوها وكل اي هيك. جاو من بعد حاسين وخطبوني، كملت معاهم معناها خطبوك من ساعة الراجل الطفل عرفته قبل بالكدا انت ولا قبل الخطبة؟ لا لا، جست هما شو جاو كعطاو كلمة. دونك خطبة تقليدية. انت كيفاش ترضى تخطب راجل من غير لا تعرفه ولا تحكي معاه لا لا، تشوف ما هو طبيعته خاطر ولا؟ نحن عطاونا الفرصة انه هاك احنا في بالنا بيكم اي الزوز، وانتم ما تفهموا مع بعضكم، ومن بعد كي تلقاو روحكم متفاهمين وكل شيء معناها يقولوا لنا نعمل لكم خطبة رسمية. باهي جاي خطب. اي انا وقتها كنت نقرا، معناها مازلت ما كملتش القراية، اي وقعدت من بعد مشي بعد كملت تقريتي وكل. المهم كي كان وقت العام باش نكمل فيه نقرا كل شيء، اي اهله وبوه قال معايا كهاطيك قداش من عام وانتم مع بعضكم اي توا، قالت طوالي لك بشوي عاد. وانتم مع حاجه. بعضكم قداش قعدتوا من عام؟ باهي قعدنا من 2012 حتى ل 2014 2015. 3 سنين. باهي، حبيتوا الرجل هذا ولا؟ اي هو شو باش نقول لك حاجه، سي علي هو انسان متربي على الاخر، معناها كي نقول لك قليل باش تلقى منه في تونس، يعني نظار عاد بشهادة كي لقيت الجامعية. راجل قليل تلقى منه في تونس. انت تسمى دبرتها معناتها، اي لا الحمد زهرة لله، هو معناتها، عندك خلقه الزهر. اخلاقه اي صحيح، هو ربي ما يعطيش حاجه بكمالها، راهو اي ديما فما حاجه ناقصه، فهمت؟ عند كل البشر.
اه إيه؟ هو صحيح معناها كإنسان أخلاقه باهية ما شاء الله، وكل شيء ماني باهي على الآخر فيه. إيه؟ بقات شوية الماديات ناقصة شوية، أنا ديما ما نهتمش برشا من الماديات، معناها ديما نهتم إنه إنسان على خلق معناها ومتربي وكله يعرف يتعامل معاك وما عندوش فساد والكل. نقول أكيد ربي إن شاء الله يعني الباقي إن شاء الله يجي يعني بإذن الله، فهمت؟ عرستو بقى أنت تعرف. لا لا ما زلنا، لا ايه مالاش بيك؟ باهي ها مش نحكي لك باختصار. خاطر تو المهم مازلت نحن ما مزلتش قعدنا تحكي لي انت. قعدنا اي احكي لي احكي لي، قل لي شنو اللي فهم. باهي اوكي، قعدنا قلت لك حتى ل 2014 اي عملنا خطبة، من 2014 حتى ايش لسنا ما عملنا حتى شيء، يعني اي قعدنا هكاك. اي الحقيقة هو بروبوز قديش من مرة نعمله ملاك ونعمله خطوة لقدام والكل، اي بقى انا بوس كنشوف ظروفه معناها مازالت على قدها شي والكل، نقول يخدمه له شي يخدمه يخدم في اوتيل في اوتيل، بحكم وانت تخدم في في اي كان اي انتيك. شهريتك على شهريته، ما ينجموش يعملوا حاجة. ما انا ما نخلصش برشا راسي علي، انا نخلص كان 450 دينار يا بنتي معناها اش مش تخدم بعد؟ تشوفها. سمعت مركز دولي، انا قلت خليت الدنيا، قلت هذايا لا 450 دينار ومتخرجة، اي مع الاسف يعجبكش كونتابلية 450 دينار هيك هو ما عندناش حتى حل يعجبكش؟ اخر، يعني هي اما معناتها ترضى ترضى بالقديم تخدم حتى باللي علينا نتطور. اي والله نقعد بطلوا لنا اخوها 400 ألف. ليه؟ مش خاطر 400 ألف ما عندهمش قيمة، هو ما عندهمش قيمة توا، أما ليه تقرا 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 باش تاخذ 400 ألف؟ الله باهي. أعلم اي بنا. اي شنو هي المشكلة بالضبط؟ اي والله حاسيلو قعدنا معناها هو يعني حتى باش يجيني والكل ما ينجمش يجيني، خاطر هو وين يجيك يا بنتي؟ لتونس، يعني يا هو اخي انت انا وين؟ نسكن في تونس، انا نسكن في تونس هاي هو وين؟ وهو يسكن في تطاوين يعني بعيد، اه تطاوين جبد، اي وين في جرجيس. اي فوق دونك 500 حتى باش كيلومتر يجي تقريبا. لتونس كنا ملول نتقابلوا مرة في العام، بعد قلت يا اخي مهاجرة انت مرة في العام، يا اخي في كندا انت شو مرة في ليه ما العام بالحق يعني راهو ما عندكش فكرة يا يعني بنتي؟ كيف سامحني، شايفين هون. الكار من تطاوين لتونس ما تعملش 30 دينار اي وباش هكا، تسكن ولا هون اقل حتى 24 22 دينار اي وباش معناتها. تسكن هون يعني زاد باش يقعد بريود لهنا مثلا تاع 3 4 ايام باش نشوفه ونحكيه وكل شيء. هو كيف يجي اقل شيء يصرف معناها ما بين 600 ما عندوش أقاربه 750 لهنا، هكذا. ما عنده شيء، لا لا أي ما فهمت. عندها مشكلة البعد، وأنتم فرد بلاد. اي واحنا فرد بليك. إيه هذه المشكلة الأولى. اي بعد حسين كل مرة قعدنا هكا نستنيه وكل شيء، كل عام نقول سنين، بعد قلت يا يزي من المصروف اللي باش نصرفوه 600 و700 وانت تجي لهوني، اي انا طبعا نحكيه بالميسنجر ولا ايه الفيسبوك ولا 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 حاجة. سكايب ولا كذا، اي اي وانت فوالا اقل تكلفة، عمر صحيح. اي كارت 10 آلاف، صب برومو جيجاوات، ومورك سانك سانك. هكا هو نيو بليزي باش اي نعملو هكاك. حسينا بون نحن زوز يعني كعلاقة بينات بعض، برغم البعد برغم برشا حاجات تعتبر ناجحة معناها الحمد لله. ايه إلى حد ما ناجحين يعني في علاقتنا، بحكم هي ما زوز تطولوش ما تطولوش. ما هو مش من اختيارنا معناها مش بي يعني مش بيدنا، مش احنا مقررين باش تطول اي تو الحكاية، الله انت أعلم تو الظروف كل ما عام. قلتليش المشكله شنو. اي سنة نحن في بالنا مثلا عمي باش نعملوا حارس وكل شيء اي ما خلصناش. سنة زاد في بالنا سي بون وكل شيء، انا قلت لاهلي رانا باش اي نعملوا حارس وكل باقي كيف اي كيف ما خلصناش. اي حسينا كل مرة نحاولوا الكل حتى سنة ما خطبوا خويته اي معناها زوج اصغر منه وكل اي شيء، كي خطبوا قالوا لنا تعرسوا 3 مع بعضكم معناها. تي اقل تكلفة واقل مصروف. اي دونك احنا ما نزلنيش معناها، خاطر بحكم انه اهلي جربوا معناها العروسات اي مع بعضهم والكل، في اخوتي الاخرين ما حبوش قالوا لي يعني تصير مشاكل من بعد وكل وتدخل بعضها مش اي كيما اي واحد، فهمت؟ هيك قعدنا في البوان دي معناها هو يعني كي تجي تشوف معناها كمصاريف عرس بحكم باش يجهز دار خلطنا دوبه شوي مع شهريات السنة إن شاء الله بقدرة ربي قديش تخلط يخلصوا؟ تكمل. يخلص 530. بربي سامحني، 530 وانت 450، فهمني هذوما كيفاش تنجموا تعملوا بيهم دار وتعملوا بيهم عرس؟ الله فهم. غالب. لا نحب نفهمها، فهمها. لا لا قل لي ما يسالش، خذني بون على قد احنا عقلي.
لا مش ناخذك على قد عقلك، مي على غالب معناها كيفاش شنو بالطبيعة، بسمع حاجات باش نضطر نضحيو بيهم معناها، فهمت؟ كيما شنو باش تضحي ترى؟ باش نعيشوا بالضروريات معناها، باش تكري دار ايه معناها. تو سامحني، باش تعرس انت في تونس وراجلك كيفاش؟ او من تطاوي؟ باش تجيو معناها، كيفاش باش لا لا، تجيو؟ وين باش تعرسوا وين باش تعيشوا؟ باش نعرسوا في بلادهم هما في تطاوي شو غاديك، اي وين في تسكن؟ جرجيس، خاطر هو يخدم في جرجيس. دونك تعيش مع راجلك في جرجيس، تضحي بخدمتك دونك. ما عنديش حتى حل اخر، انت علاش طلبتني الليل؟ باش نلقاو حل مع بعضنا، ومن طول نحب من نعرف ما عندكم شوية هكا. انا حكينا في ديتاي صغير معناها مع اهله، يقولوا لي انه انت ما طلبتش بحقوقك من اللول ودرسنا، وانت حقوق ما شنو؟ حكيتش استنى، انا حقوق يا لولو؟ على الملك مثلا من اللول، ما طلبتش خاطر انا صرفت عليهم لا مواسم لا ملاك لا حتى شيء، فهمت؟ اي خير، مش قعدنا تنقص صابرين المصروف على ونستنى. راجلك؟ اي فوالا اي عيش بيهم عايلته. بون، خالو خالته قالوا لي انت ما طلبتش حقوقك هذوك ومدري شنو، هما ما همش كي حقوق راهو. خويته اسمع الاخرين اسمع اسمع، هزوهم ديجا نقول معناها. لك هما ما همش حقوقها وملاكها ودرا شنوها وكذاها وكذا وكذا، هما ما همش حقوق هذوما، هذوما عادات وتقاليد. خاطر اي كان تحب فوالا تعرس برا مشي اكتب صداق على راجلك وروح انت وراجلك وتعتبر عرست. تقعد العادات والتقاليد والمسائل هذوما حاجات اللي كل عائلة وصبرها وكل معناتها عائلة وعاداتها وتقاليدها، معناتها سي تو في اي نورمال. اي انت علاش طلبتني؟ ما قلتليش علاش طلبتني بالضبط. هذا هو جست حابة نعرف معناها ليزانتراكسيون تاع الناس، هكاك يسمعوا حكاية كيما هكا اسكو. لا هي الحكاية ما فيها شيء، راهو الحكاية باهية ماهيش خايبة، يعني فماش مشكلة كبيرة كبيرة كبيرة. ربي يوصلك بسالم انت وراجلك، عرس على روحك رغم قلة ذات اليد. اما انت علاش طلبت؟ طلبتك فوالا باش نعرف اسكو معناها هذوما اللي كنت نحكي نحسبهم انا حقوق والكل، وهما لا قالوا لا لي لا، انت اخزر سلمت فيهم، اللوطية، هما بالحق. استنى عاد، اللوطية والملاك والخطبة ومصاريفها وختمها وكل الجهاز وكل الحكايات هذوما، في فما كان الشرط الوحيد للزواج هو الخلو من الموانع الشرعية والقانونية، انك ما تكونش انت متزوجة وما يكونش هو متزوج. واحد. اثنين، الشرط الثاني هو المهر اللي هو من دينار لحتاش قداش انت تحب، ويدون هذا في عقد القرار، راه باش تبدا الامور واضحه. فهمت؟ الشرط الثالث هو الايجاب والقبول، انك تقبل. والشرط الرابع هو الاشهار، انه العرس يسمع به الناس ويقع اشهاره في دفاتر الحاله المدنيه، باش يضبط النسب ويضبطوا الاولاد ويضبط كذا، فلان معرس بفلانه، باش تبدا الامور واضحه. هذا هو الشروط، والباقي كل ما خالف هذايا هو عادات وتقاليد كل عائله وكل مجتمع، وعادات وتقاليد وكل عائله وصبرها وكل عائله كيفاش. فما عائلات يقول لك اخويا الجهاز كل مستلزمات الدار على العروسه، تفهم فيا، على المراه، والراجل يجيب الموبيليا ويجيب درا شنو والكوجينه والغطاوات والدنيا كل على المراه. فما ناس، ما نساء يقول لك لا ما عندناش احنا هذايا، كل شيء على الراجل. فما ناس في الخطبه ما يشريوش حتى خاتم، خاطر ما عندوش حق خاتم، يجي يقرا الفاتحه وكان باش يودها بكادو، يودها بخاتم ولا بتليفون ولا غيره ولا غيره ولا غيره. يعني خاتم في الخطوبه ما عمره ما كان شرط، العاده والتقليد هم اللي خلقوا هذاك. فهمت؟ دونك هذوما ماهوش حقوق، دونك انت لا ماهوش حقوق. كان راجلك زوالي سايب عليك من هذوما، برمش يكتب صداق مع راجلك واعمل شان ولا ديسكو واعمل كذا وعرس، ولا تراسيلك تجيب مطربين وعواده ودرا شنوه وقربله لا وصاله. نحن انا ديجا انا ما عنديش تجربه من قبل معناها، باش اي نسمع معناها من عباد، اون بلوس الحقيقه معناها علاقاتي محدوده معناها، ما اي بانيش ما كان الناس اللي مبارتاجي هكا لا في بيرسونيل نتاعي مع الناس والكل، فهمت؟ دونك فوالا يعني حاجه من الحاجات نحب نعرف اسكو يكفيه ونجمو معناها، شو اللي خاطر يكفيه بالحق ما وينجم عنديش فكره، وينجم؟ ما فهمتكش، ما فهمت. ما شو اللي عنديش يكفيه فكرة وينجم؟ مثلا على العروسات في جورجيس كيفاش تكون، لا ما شوف عنديش شوف، هو السيد متشبث بعادات وتقاليد عائلته ولا؟ أكيد كما أي عبد. في جرجيس 7 أيام و7 ليالي يا لالا.
انا الحقيقه سي علي ما نكذبش عليك، انا تعرف شنو الحاجه اللي احنا حكينا فيها، انه اي قلت له انا باش نعمل نهار واحد نلم فيه كل شيء الحقيقه، انت حرة في بحكم هذاك، انه ما هو زاده حر، وهو شنو زاد هو حر، هكاك. شنو اللي باش يعمل؟ كان عائلته يعاونوه واخواته يقفوا معاه، ينجموا لا يعملوا الحقيقه، عشاء، وينجموا يعملوا كذا، وينجموا اما يعملوا هكا شنو نحن اللي قررنا مثلا نعملوا نهار هو يلم فيه كل شيء واصحابه وانت وكل نهار نهار تلم فيه عرس، كل شيء. وانا هكاك. هو لازم فرحة راهو، لازم لمة متاع زوز عائلات، فهمت؟ لازم اي لازم هكاك ديجا هذاك اللي قررناه، معناها قررنا انه هو هاي مالها، يعمل لا هاي فن اللي فيه عرس اضرب وانا روحك، انت فاش قاعدة تستنى كي انت مسهلتها انت وراجلك؟ هاي وقتاش العرس؟ نعم. وقتاش العرس؟ ونحن مقررين اكتوبر، اما مازلنا كنا ناخلط وقتها ولا، خاطر كي تحضر كي تحضر كي تحضر نحن سي عليجه نقولك، نحن تعرف نكون مشكلتنا شنو هو اكثر حاجه؟ شنو الخوف، خايفين من غدوه، على خايفين خاطر من شنو؟ ما هو اللي مش عرسه؟ خايفين، خاطر لا لا خايفين انه من بعد، خاطر برشا نشوفوهم معناها هكا يتعبوا حتى واي فيديو في البرامج والكل، اي يتعبوا من بعد العرس، سورتو تنقص برشا حاجات سي تو تافي يتعبوا، نورمال. فهمت؟ هذاك خليه، دونك شو شو شو، اي سبق الخير تلقى الخير، ان داكوردو؟ شاء الله هاي تصبح على اكيد خير اي لله، تصبح على خير.